السلام عليكم. اليوم رجعنا لكم بحلقة أخرى من دروس الرياضيات للصف الثالث المتوسط البنائي الجديد. وبالمناسبة أكو بعد عندي محاضرات الرابع الثاني، عندي محاضرات للثاني والأول، عندي محاضرات للخامس، في محاضرات للسادس الثاني، وكذلك أكو محاضرات لكليات الهندسة اللي إن شاء الله يعني بعد بسرعة قريبة إن شاء الله. لكن اليوم عندنا سؤال عن البارحة، نكمل برنامج البارحة اللي هو كان أنواع التطبيع. في سؤال هنا يختلف عن البقية، يعني شنو يختلف؟ يقول لك اكتب قاعدة الاقتران والتطبيق ومثله بمخطط سهم يكتب المجال والمدى لها. إذا أنت عندك قاعدة الاقتران مفقودة، عندك مجال مفقود، عندك مجال مقابل مفقود، عندك مدى، لكن شنو نطيق؟ نطيق أزواج مرتبة، بحيث الدالة فاكشن هي شنو؟ الاف تساوي أزواج مرتبة اللي هو 1 و2 و2 و3 و3 و4 و4 و5. إذا كنا نستشف ونقدر نستنتج بأن قاعدة الاقتران هي بما أنه هذا المجال وهذا المجال مقابل، إذا قاعدة الاقتران هي F X تساوي X زائد 1. ليش؟ لأن 1 زائد 1 يطلع 2، 2 نعوضها مكان الـ X، 2 زائد 1 يطلع 3، 3 نعوضها مكان الـ X، 3 زائد 1 يطلع 4، وكذلك الـ 4 نعوضها مكان الـ X تطلع 4 زائد 1 يطلع 5. إذا المجال اللي عرفناه هو شنو؟ 1 و2 و3 و4. وكذلك طلع عندنا المدى، المدى هو شنو؟ هو الحد الثاني من الزوج المرتب، او عفوا الرقم الثاني من الزوج المرتب اللي هو 2 3 5 4 5. هذا انطاني شنو؟ انطاني استنتاج كامل، هو بان يمي المخطط الرسمي اصبح جاهز بعد ان عرفت المدى وعرفت المجال وعرفت قاعدة الاقتران، اصبح عند الرسم يكون بشكل سهل، حيث الواحد يذهب الى 2 والاثنين تذهب الى 3 والثلاثة تذهب الى 4 والاربعة تذهب الى 5. والله الحالة قدرت بهذا السؤال وبهاي الفكرة، بهذا السؤال قدرت احلل السؤال وقدرت احلل الفكرة الصعبة اللي انطاني اياها، اللي هي بدون مجال مقابل، بدون قاعدة اقتران وبدون مجال، قدرت احلل السؤال. وهذا من الاسئلة المهمة جدا، يعني المطابع والفكرة غريبة شوية. وايضا في سؤال ثاني، لكن هنا قلنا نهل بسؤال واحد. خاطر الله وشكرا جزيلا لمتابعتكم.